أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: بنت في الثانوية في مرحلة التخرج، وسوف تتخرج إلى المرحلة الجامعية بإذن الله بعد الاختبارات القادمة، وطلب أحد أقاربها مقابل التوسط لها في هذه الجامعة أن يعطى مبلغا ماليا قدره 3000 ريال، فهل هذا جائز أم يعتبر من الرشوة؟ هذا من الشفاعة، الشفاعة الحسنة، ولا يأخذ على الشفاعة مقابل، لأن الشفاعة الحسنة يقصد بها الإحسان إلى المشفوع له، فلا يأخذ في مقابلها شيء، وإنما يحتسب الأجر عند الله ويقصد نفع المسلم، لا يأخذ في مقابلها شيء. وإذا كان أخذها لموظف هذه رشوة، إذا كانت الدراهم تعطى لموظف من أجل توظيف المتخرج رجلا أو امرأة هذه رشوة، أما إن كان أخذ الدراهم في مقابل الشفاعة فقط فهذا لا يجوز، لأن الشفاعة عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى المشفوع إليه. ولهذا جاء النهي عن قبول أخذ المال في مقابل الشفاعة، شفاعة الحسنة.